هنرجع مع حضراتكم نتكلم عن البعثة الأثرية اللي بتشتغل في معبد إسنا ونعرف تفاصيل الكشف. دلوقتي نرجع يبقى معانا على تليفون الأستاذ محمد بديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وكنت بتكلمنا من شوية على تفاصيل الكشف الأثري بمعبد إسنا. طبعا هي الحفاير اللي موجوده في معبد إسنا او خلف معبد إسنا هي طبعا بتاتي في اطار مشروع كبير جدا بتتبناه الدوله بكل وزاراتها وهيئاتها لجعل مدينه إسنا مدينه او متحف مفتوح يضم العديد من الاثار اللي بتحكي عن تاريخ مصر عبر العصور من منذ اقل يعني اقل تقدير وهو العصر البطلمي وحتى العصر الحديث. مدينة إسنا اللي بتقع على 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 بعد حوالي 50 كيلو جنوب مدينة الأقصر، طبعا هي كانت جزء من الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا، وأصبحت بعد كده في العصر اليوناني الروماني هي عاصمة الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا. المعبد اللي موجود فيها حضرتك دلوقتي أو الجزء المعبد اللي هو يعني الجزء المكشوف اللي بيزوروه السياح دلوقتي هو عبارة عن صالة مستعرضة فيها 24 عمود وبنيت من العصر الروماني والعصر البطلمي. لا، المعبد له امتدادات في الناحية الغربية أسفل طبعا المدينة الحديثة اللي هو ده. طبعا احنا هنكشف جزء أو استكمال بقايا أجزاء المعبد على أساس أنه ده يبقى متحف مفتوح ونضيف قيمة لمدينة إسنا اللي هي فيها من الاثار الاسلاميه زي وكاله الجداوي وزي القيصريه اللي هي السويقه وزي وكاله الجداوي زي ما قلت لحضرتك وزي معصره الزيوت والمنازل والمآذن الاسلاميه والبيوت اللي طبعا ذات الطراز معماري جميل جدا. فاحنا لازم طبعا كان جزء المعبد ده لازم نكتشف او نستكمل بقايا المعبد اللي بتمتد غرب الصاله اللي موجوده حاليا. المعبد ذو طراز فريد من نوعه، النقوش فيه ذات ألوان زاهية جدا، موضوعات غريبة وموضوعات جميلة وموضوعات فريدة زي ولادة القمر طبعا وزي المناظر الفلكية اللي هي بتعبر عن الأبراج السماوية اللي يمكن في دراسة حاليا دلوقتي من بعض المتخصصين على انه في بعض الاجرام السماويه اللي متصوره في معبد في سقف معبد إسنا وهي الان اتحركت من مكانها او تقريبا مش موجوده في السماء. ده دليل على انه كان المصري القديم متقدم جدا في العلوم الفلكيه وغيره طبعا من العلوم الاخرى. فالحفاير كانت في الناحيه الغربيه من المعبد اللي هو امتداد الطبيعي للمعبد. طبعا اكتشفنا يعني اجزاء من مقصوره هي بتنتمي لعصر العصر البطلمي، عصر بناء المعبد يعني على اقدم شواهد اثريه لقيناها. لقينا مجموعه من العملات اللي فيها عملات ذهب وعملات فضه وبرونز بتنتمي لعصور مختلفه، العصر الفاطمي والمملوكي والعصر الحديث وبعض قوالب صك العمله نفسها، الجبخانه اللي هو مصنع السلاح وبعض القنابل اليدويه الصغيره اللي موجوده، لقينا الغليون اللي طبعا الحاجه المميزه في العصر العثماني. فمجموعه من الاثار الجميله جدا حتى يمكن من سنتين تقريبا او سنه لقينا برضو لوحه من العصر العباسي. فالمكان زاخر جدا والحفاير اللي موجوده هي عباره عن رحله بتمتد لحوالي 2350 حسب الشواهد اللي موجودة 2350 سنة منذ العصر البطلمي وحتى العصر الحديث. كل ده طبقات أثرية تمتد بعمق حوالي 10 متر هو العمق الحالي من سطح الأرض الحالية حتى سطح المعبد قديما في العصر البطلمي 10 متر، تحتوي على العصور التاريخية منذ العصر الحديث وحتى العصر البطلمي. كل ده طبقات أثرية غنية جدا بالمكتشفات الأثرية اللي احنا طبعا لقينا أجزاء منها ولسه بنستكمل الحفاية إن شاء الله. صحيح، يعني بالتأكيد هناك الكثير والكثير من الآثار المصرية اللي لم تكتشف بعد. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، شكرا جزيلا على وجودك معنا.